مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه هنا من ارضيه هذا الميدان مع انطلاقه شوطنا هنا الحادي عشر في مجموع الاشواط، وشوطنا الحادي عشر والخاص بتحديات هنا. اذا الزمول المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل لمسافتنا هنا المعتمده، وهي ايضا 8 كيلومترات. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير مع هذه التحديات هنا على ارضية هذا الميدان. نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نتابع هنا المركز الثاني في هذه اللحظات، هنا شاهين مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. هناك شعار بن نهيان من ياتينا بهذه الانطلاقه وبهذا التحدي، عكاش هنا المنطلق، سالم بن سهيل بن هيان العامري منطلقا بهذه التحديات الجميلة، والقادم هنا مذهل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري. بينما المركز الخامس والمنطلق بهذه الانطلاقة شايم ياتينا محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي هنا عارب وعقر، من ياتي بهذا الانطلاق المميز الجميل. بينما القادم شباب راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري سادسا، وعلى المركز السابع والقادم من الجانب الاخر والمنطلق بهذه الانطلاقه مرشح ياتينا حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، من يقدم لنا مرشح بهذه الانطلاقه المميز الجميل. وصل هنا شعار راعي صوغه ياتينا مظفر بن محمد بن خموشه العامري، من ياتي هنا منطلقا بهذه الانطلاقه على المركز الثامن والتاسع مراكزنا. المركز التاسع هو القادم بهذه اللحظات بشعار صعب ياتينا هنا بهذه الانطلاقه وبهذه التحديات الجميله، هو القادم هنا ايضا هو منطلقا بتحديات هذا الشوط. هنا ياتينا كفو لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي منطلقا هنا على المركز التاسع. بينما المركز العاشر ياتي البرج العبد الله بن سيف بن يولا القمزي هنا المنطلق، ولكن ارى المتسلل هنا مرتاب يتسلل هنا بشعار سيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، من ياتينا هنا منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتيجه لمراكزنا العشره الاولى بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصداره والى المقدمه والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والمركز الأول مع بن قناص قانص الصدارة وقانص المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري على صدارة على المقدمة، بينما مذهل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري على ثاني المراكز وبدأ يتسلل في هذه اللحظات. بينما النشمي قادم هنا بهذه الانطلاقة هنا وبهذه التحديات الجميلة، القادم هنا أيضا تعارف ظفر بن محمد بن خموشة العامري القادم هنا بانطلاقة هنا في هذه اللحظات. الشامي عفوا القادم، الشامي قادم بانطلاقته وتحدياته الجميلة. هنا الوصول بهذا الانطلاق من عكاش على المركز الرابع، عكاش المنطلق، سالم بن سهيل بن هيان العامري
ياتينا منطلقا بتحدياته، بينما شايم محمد بن سعيد بن عبيد وعقر المزروعي من ينطلق على المركز الخامس وسادس المراكز مرشح المنطلق بهذه الانطلاقة. حمدان بن سعيد بن سالم العويسي منطلقا بانطلاقة مرشح وتحدياته، مرتاب هنا المتسلل على المركز السابع، مرتاب القادم هنا لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، ومن الجانب الآخر البرج عبد الله بن سيف بن يولى القمزي يأتينا منطلقا بهذه التحديات المتميزة، ويأتي شباب راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري هنا أيضا على المركز التاسع وعاشر مراكزنا. كفو هنا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، للمراكز الأولى المنطلقة هنا بهذه التحديات هنا، والإثارة لمسيرة شوطنا الحادي عشر للزمول المحليات الأصايل. نعود إلى الصدارة وإلى شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما الشامي من الجانب الآخر، الشامي عين على الصدارة هنا، مظفر بن محمد بن خموشة العامري من يقدم على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. شايم هنا القادم بهذه الانطلاقات، ولكن أرى البرج يتسلل من الجانب الآخر. البرج هنا عبيد بن سيف بن يولى القمزي من يأتينا هنا منطلقا بهذه التحديات، متسللا هنا أيضا قادم من ميدان السميح يتسلل من مركز إلى مركز. هنا الوصول من قبل شايم محمد بن سعيد بن عبيد بوعقر المزروعي هو مرشح المنطلق، حمدان بن سعيد بن سالم العويسي هنا على المركز الخامس وسادس المراكز، مذهل لسعيد بن خلفان بن حمد هنا الحافري لقتبي من يأتينا بهذه الانطلاقات والتحديات، بينما عكاش سالم بن السيل بن هيان العامري من ينطلق هنا على المركز السابع. ثامن المراكز كفو يأتينا على ثامن المراكز، سعادة محمد بن سلطان بن مرهان الاقتبي، والوصول من مرتاب سيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي هنا مع مرتاب القادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. عاشر مراكزنا هنا المتسلل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل هنا المتسلل أيضا، والقادم هنا شاهين القادم بهذه الانطلاقة الجميلة هنا، معيصم بن خليفة الفريري الاكتبي قادم بكل قوة، عينا على المراكز الأولى. هذه هي النتيجة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الشامي من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، مفر بن محمد بن خموشة العامري، ومن الجانب الآخر أرى التسلل هناك شعار بن يولا المنطلق بهذا الانطلاق. هنا البرج عبد الله بن سيف بن يولا القمزي هنا على المركز الثاني ويتسلل إلى الصدارة، بينما المركز الثالث المنطلق شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري، والقادم هنا القادم شاهين من مركز إلى مركز هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. هنا معيصم بن خليفة الفريري الاجتبي المنطلق، هو شايم محمد بن سعيد بن عبيد بوعقر المزروعي القادم بهذا الانطلاق والتحديات الجميلة، بينما هنا مذهل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري من يأتينا هذا الانطلاق. كفو هنا مع الالتفاف الأخير هنا لهذا المضمار، وكفو لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان اللي اكتبي هنا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. هنا الوصول مرتاب
قادم ايضا من مركز الى مركز نسيب بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي مع مرتاب، ووصل هنا شعار بن زهرة القادم بهذا الانطلاق المميز الجميل. او هنا من وصل بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات سراب سراب هنا متسللا عبد المحسن بن سالم بن زهرة المري قادم ايضا هنا بانطلاقتي، ولكن اعود الى الصدارة بعد 2 كيلومترات والخط المستقيم الى المنصة والى الفوز والى الناموس. هنا البرج من غير على الصدارة، البرج على المقدمة وعلى المركز الاول وعلى الصدارة. البرج 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 المنطلق عبد الله بن سيب بن يونا القمزي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، مسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني المركز الثاني هنا القادم شاهين معصم بخليفة الفريري الاكتبي، هو ياتينا الشامي هنا مظفر بن محمد بن خموشة العامري، وهنا مذهل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري هنا أيضا القادم بهذه الانطلاقة والتحديات، هو شايم على المركز الخامس شايم هنا بانطلاقة محمد بن سعيد بن عبيد وعقل المزروعي. هذه هي النتيجة 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 هنا بالانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وأرى الأسماء القادمة الأسماء القادمة بكل قوة. الله الله، ولكن الصدارة والمقدمة مع شاهين معصم بخليفة الفريري الاكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا الشامي غفر بن محمد بن خموشه العامري، هنا ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث عاد البرج عاد البرج عبد الله بن سيف بن يونا القمزي ومرشاح هنا لحمدان بن سعيد بن سالم العويسي. هنا الله الله، ولكن الصداره مع شاهين مع شاهين على الصداره وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور شاهين شاهين على الصدارة على المقدمة. شاهين المنطلق معصم بن خليفة الفريري الاكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الشامي على المركز الثاني، الشامي المظفر محمد بن خموشة، ولكن سلام سلوم مدينة الزيت سلام على انطلاقة وتحديات شاهين بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شاهين المنطلق على الفوز معصم بن خليفة الفريري الاكتمي، من ينتزع الفوز وينتزع الناموس هنا باللحظات الأخيرة ولحظة وصوله إلى خط النهاية. هنا اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة هنا الفوز والناموس. المركز الثاني وصل شاهين سالم بن حمد بن قناص، المركز الثالث مرشح حمدان بن سعيد بن سالم العويسي، وعلى المركز الرابع الشامي هنا ظفر بن محمد بن خموشة، ويأتي مرتاب خامسا نسيب بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا مع انطلاقتي هو تحديات. إذا هنا شاهين من أعلن الفوز والناموس بهذه الانطلاقة ب 13 دقيقة 14 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس للسيد معصم بن خليفة الفريري الاكتبي على هذا الفوز. شاهين من حل على المركز الثاني هنا بتوقيت الزمن مقداره 13 دقيقة 14 ثانية توقيت الزمني ولحظة وصوله وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن حمد بن قناص العامري، بينما مرشح أتانا على المركز الثالث قاطعنا المسافة في 13 دقيقة هنا أيضا 14 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن سعيد هنا أيضا بسالم العويسي على هذا الفوز المميز. وصلنا مستمر هنا في أرضية هذا الميدان.